السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، اليوم جبت لكم حلوى، حلوى العيد، أول حلوى تاع العيد. إليكم المقادير، نبدأ على بركة الله. عندي هنا 250 مارغارين، قريصة فانيلا، وهنا عندي زوج مغارف تاع النشا هي المايزينا، وحبة بيض، ونص كيس سكر كلاصي، ونديروها في هاد الليمون، هاد القوالب الصغيرة. نبدأ على بركة الله، نحطو المارغارين، بسم الله، نحطو المارغارين والفانيلا، ما ننسوش قريصة الملح، نخلطو كل شيء كحد المكونات، نخلطوه، نديرو نص كاس سكر ناعم، وزوج مغارف مايزينا هي النشا، وحبة تاع البيض، نخلطو كل شيء مع بعض. ومن بعد نوجدوا الحشو، طيبوا قبل هاد لي تارتولات، من بعد نوجدوا الحشو، حطوا بالباتر، الخليط حتى يولي كريمي، حبسوا الباتر ولموا بالفارينة، من يبسوش العجينة خلوها طرية. استعمل يدك باه نعرف القوام تاع العجينة. هاوينا القوام تاع العجينة، ماشي تلصق في اليدين. نشكلوا العجينة، ما نغلدوهاش بزاف وما نرقوهاش، شويه وسط. خلوها شويه ترتاح عادك بها، من بعد نطيبوها. نقدر كيغدون ولا نتقب نتقب العجينه تاعي، نخليها ترتاح واحد 15 دقيقة، ومن بعد ندخلها لنا نطيبها، من بعد نوجدوا الحشو. لي تارتولات راهم طابو تحمرو، دروك نوجدوا الحشو اللي يجي في وسطها. هنا عندي 6 ملاعق تاع نواة كوكو، هو جوز الهند،
وهنا عندي شوكولا للطلاء، وهنا عندي كوفريت ريحيتو، وهنا عندي كاوكاو عبر كاوكاو وعبر كوفريت تاع الشوكولا وعبر شوكولا تاع الطلاء. هاوينا الكوفريت اللي شريته تاع الشوكولا، هيا ريحيته. وعندي شوكولا بيضاء، شوكولا بيضاء دوك ندوبها في حمام مائي، وهنا نوجد الحشو. نديرو 6 مغارف تاع جوز الهند، ونديرو له حليب مركز محلى هذا. نديرو ونخلطو، نشوف نخلطو خاطش نواط كوكو يشرب، يشرب السوائل. نخلطو مليح، نخلو على جهة، نزيدو شوية، نديروها جارية بزاف شوية. نزيدو نخلطو هاد الحشو التاني عبر تاع كاوكاو عبر تاع كوفريت. ونلموها بالشوكولا تارتيني، هاد الشوكولا اللي تسخنوها مليح، تسخنوها هيا ونديروها. نعمر شويه من الخليط هذا، ندير هذا الخليط، ندير شويه خليط من هذا ونزيد شويه من هذا ونسويها مليح.
راني عمرت هاد الحبات باه ندير لهم الشوكولا. راني دوبت الشوكولا تاعي شوكولا بيضاء نديرو فيها مغرف زيت، ودوك نكلاصو بها نديرو لها نديرو الكلاصاج في هاد لي طارتولات. هنا عندي شوكولا بيضاء درت فيها مغرف زيت، نغطس لي طارتولات. ولا بغيتو ديرو بالمغرف ديرو كيما هاك. تتهاك بالمغرف. انا نبغي نغطسها كيما هاكا. هاكا تجيني ساهلة من نغطسها. وهذاك بقالي هذا الخليط نديره باه نزين به، نزيد له شويه هذاك تاع نزيد له شويه نواه كوكو. ونديره كويرات باه تزينو بيه، باه تزينو بيه هاد لي طارتولات تاعهم. نخدموه مليح. ندير هاد الكويرات اللي درتهم تاع نوات كوكو، من بعد نوريها لكم في صحن التقديم. حلوة تاعي راهي وجدت، حلوة بجوز الهند، ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تعجبكم وصحة فطوركم، والى الملتقى في وصفة اخرى ان شاء الله.